رميت إذ رميت ولكن الله رمى، آيات متعددة في القرآن الحكيم وكذلك في السنة المطهرة روايات كلها تشير إلى حقيقة واحدة، والحقيقة هي أن الأعمال الإرادية جزء منها مرتبطة بالله وجزء منها مرتبطة بالإنسان، ولذا يصح نسبة ذلك العمل إلى الله ويصح نسبة ذلك العمل إلى الإنسان. يصح نسبة ذلك العمل إلى الله تارة وإلى الإنسان أخرى. إذا قتلت أنا إنسانا تصح النسبة إلى الله، قتل الله زيدا وتصح النسبة إلي، أما إلى الله فلأن الله هو الذي سبب الأسباب، وأما إلي فلأني أنا باشرت العمل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أصحاب رسول الله هم القاتلون، لكن الله يقول إن الله سبحانه وتعالى هو سبب قتلهم، لأن الله هو الذي أعطى اليد وخلق السيف يعني المعدن وجهز هذا الجهاز في الإنسان حتى يتمكن أن يقتل الكافر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت، يعني يا رسول الله أنت رميت لكن أنت ما رميت. الرسول رمى باعتباره المباشر، والله رمى باعتباره أن الله خلق الرسول، خلق السهم، خلق القدرة، خلق الطاقة، خلق الفكرة، فتمكن الرسول من الرمي. هذه الآيات والأحاديث التي تنسب الأمر إلى الله تارة وإلى الإنسان تارة أخرى كلها تبين شيئا، وهو أن الله يعمل بسبب، يعني أنك لو جلست على الله يعمل بلا سبب فإنك على خطأ. الله يحفظ لكن بسبب، الله يزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الله يغلب بسبب، الله يعمل لكن بسبب، كلها أسباب. فكل إنسان لا تأخذ بزمام الأسباب هذا الإنسان سلفا لا يتقدم لا أكثر ولا أقل من هذا.